دكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. يا دكتور بونجور، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك أستاذة نهاوند وأستاذ كريم وكل السادة أهلا المشاهدين، أهلا بحضرتك. بحضرتك. وإحنا قلقانين نسأل والله العظيم، عشان الأسبوع اللي فات يعني كان في اضطرابات كده وارتفاع شديد في درجات الحرارة، بس خلينا نأمل إن إحنا نطمن من حضرتك هذا الأسبوع الوضع هيكون عامل إزاي؟ هيكون في استقرار شوية، انخفاض إلى حد ما؟ خلينا نعرف من حضرتك، اتفضلي. هو للأسف لسه مكملين في ارتفاع خلاص درجات كده الحرارة. تمام، قلت لك كده الإجابة وصلت. طالما للأسف يبقى كلام حضرتك واضح يا فندم، مش محتاجة اللي جاي تفكر، دي يعرفنا. خلاص الصورة وضحت تمام. وبقينا بنتكلم دلوقتي كمان عن القبة الحرارية وعلى حاجات كتيرة، وإيه يعني هو كوكب بيغلي اليومين دول ولا إيه الحكاية؟ هو بالفعل يمكن معظم دول العالم خلال الوقت ده بتشهد ارتفاع في درجات الحرارة، وموجة ارتفاع في درجات الحرارة بتسجل قيم درجات حرارة غير مسبوقه. احنا خلال هذا العام بيأثر علينا عده الظواهر اجتمعت كلها مع بعض عشان يحصل اللي احنا بنشوفه والتطرف المناخي اللي احنا عمالين بنشوفه. اول حاجه طبعا بيأثر علينا خلال هذا العام ظاهره جويه اسمها نينيو. ظاهره النينيو دي بتأثر علينا في بعض الاعوام، والعام اللي بيأثر علينا فيه نينيو بيكون مرتبط دايما بارتفاع درجات الحراره، لان الظاهره الجويه دي بتأثر دايما على درجه حراره المحيطات، وخاصة في المحيط الهادي بيبدأ يحصل في ارتفاع في درجات الحرارة على سطح المحيط، فبالتالي بتؤدي لارتفاع في متوسط درجات الحرارة العالمية، وبتؤدي لتغير في منظومة التوزيعات الضغطية. السنة اللي بتحصل فيها النينيو بيحصل فيها ارتفاع في درجات الحرارة في معظم البلدان، بالإضافة كمان خلال هذا العام أيضا بيأثر علينا القبة الحرارية. القبة الحرارية ده هو امتداد المرتفع الجوي لطبقات الجو العليا. مرتفع الجوي لطبقات الجو العليا بيعمل أول حاجة على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، كمان بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض. القيمه الضغطيه في المرتفع الجوي ده للطبقات الجو العليا بتبقى عاليه بشكل كبير، فبيتم تسخين الهواء تحت الضغط العالي، فاي هواء ما بيطلعش لفوق، الهواء بينزل لتحت، وهو نازل تحت سطح الارض بيحصل له تسخين بشكل كبير. وكمان طبعا ظاهره الاحتباس الحراري اللي كلنا بنتكلم فيها وحبس الحراره في طبقه الغلاف الجوي، كل الظواهر دي اجتمعت مع بعضها عشان يحصل موجه غير مسبوقه من الارتفاعات الملحوظه في درجات الحراره في كل دول العالم. بعض المناطق من الولايات المتحده الامريكيه بتسجل تتجاوز ال 50 درجه مئويه، بعض المناطق من جنوب اوروبا 45 درجه مئويه، حتى كمان المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب درجات حراره 48 درجه مئويه، والخليج طبعا احنا بنسجل درجات حراره 55 درجه مئويه، فبالتالي في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره في كل دول العالم، منهم كمان جمهوريه مصر العربيه، بس يمكن احنا اقل تضررا بدرجات الحراره، لان احنا ربنا حمينا بوجود البحر المتوسط. لما الكتل الهوائيه شديده الحراره اللي درجات حرارتها بتتجاوز ال 50 بتمر على البحر المتوسط بيحصل لها تعديل، قيم درجات الحراره بتنخفض فيها، لكن بتحمل بكميات كبيره من بخار الميه، يعني ارتفاع كبير في نسب الرطوبه. خليني اكد ان نسب الرطوبه هي العامل المهم جدا في احساسنا بدرجات الحراره، كل ما زادت نسب الرطوبه كل ما حسينا ان الجو احر او في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. يعني احنا على سبيل المثال العظمى على القاهره الكبرى المتوقع اليوم 36 درجه مئويه في الظل، وطبعا في الظل لان دي المعايير الدوليه اللي وضعها المنظمه العالميه للارصاد الجويه، لكن المواطن بيحس قيم درجات حراره اعلى من القيم دي، طبعا بيحسها اعلى بحوالي من درجتين لاربع درجات بسبب الرطوبه. لو انا موجود في اشعه الشمس بشكل مباشر هحس بقيم درجات حراره اعلى، وعلى مدار هذا الاسبوع كله هيكون متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى عظمى ما بين 36 ل 38 درجه مئويه، محسوسه ممكن توصل ل 42 درجه مئويه، بالاضافه كمان يمكن المناطق الموجوده في الصعيد العظمى بتوصل ل 45 درجه مئويه، المحسوسه بتوصل ل 46 درجه مئويه. في جمهوريه مصر العربيه كمان احنا بيأثر علينا منخفض الهند الموسمي، منخفض الهند الموسمي دي الكتل اللي معاه بتبقى جايه من على البحر المتوسط، فبتؤدي لزياده نسب الرطوبه، يجي المرتفع للطبقات الجو العليا يحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فبالتالي احنا بنحس بارتفاع درجه الحراره فتره النهار، كمان فترات الليل، يمكن فترات الليل الجو بقى اصبح فيه رطوبه عاليه في احساس باجواء مائله للحراره رطبه، خاصه كمان ان في هدوء سرعات رياح، هدوء سرعات الرياح ده يعني يخلينا نحس بنسب رطوبه اعلى ويخلينا نحس بارتفاع درجات الحراره، بس على الاقل نهايه هذا الاسبوع الموجه دي مكمله معانا، وكمان ان الموجه تستمر معانا لفتره طويله ده مش متعودين عليه، دايما متعودين ان موجات ارتفاع درجات الحراره تكون مدتها يوم يومين ثلاث اربع ايام بالكثير وتنكسر الموجه، لكن احنا مستمرين حوالي اسبوعين او اكثر ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، ده يحسسنا اصلا ان في ارتفاع كبير في درجات الحراره. ان شاء الله مع بدايه الاسبوع المقبل ان شاء الله، ويمكن مع بدايه شهر اغسطس تبدا درجات الحراره تعود بالمعدلات الطبيعيه لها باذن الله الاسبوع القادم ان شاء الله. في اي حاجه ثانيه؟
انا تعبت. هو احنا بس لازم ناخد احتياطاتنا بالشكل طبعا يعني طبعا. بس هي في نقطه يا دكتور، ان طول عمرنا شهر 8 هو اللي اشد حراره من شهر 7، بس واضح ان السنه دي مع كل التفسيرات اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي لا يعني الوضع مختلف. شهر 7 هو اللي اشد حراره وارتفاع في درجات الحراره من شهر 8. يعني اول مره اسمع ان شهر 8 هيكون افضل. يعني دايما بنقول كل 7 بيبقى افضل من 8، يعني صح في عكس. هو احنا دايما في 7 قيم درجات الحراره اعلى، لكن في 8 عشان نسب الرطوبه بتبقى عاليه جدا بتبقى ذروه، فبيبقى باين احنا بنحس ان 8 هو باين اكتر ان هو اعلى حراره. لكن احنا الى الان يوليو يعني بالفعل او شهر 7 هو الى الان هو اعلى درجات حراره خلال هذا العام تحديدا. الاسبوع الاول من شهر يوليو سجل متوسط درجات الحراره العالميه لسطح الكره الارضيه اعلى درجات من 100 سنه، سجل 17.2، وده مزيد من الاحترار يعني مزيد من التغيرات المناخيه. على كل حال ربنا يعدي هذه الموجة على خير، لأن بجد صعب جدا. ناس كتيرة حتى الناس اللي بتحب الصيف، لو هنتكلم بقى بجد طبعا الصيف حلو وكل حاجة والناس في ناس بتحبه، بس فعلا ليه أضرار شديدة جدا. الكلام حضرتك بتقوليه ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بهذا الشكل، في ناس كبار سن وفي أطفال ما بيتحملوش هذا الجو، خصوصا إن احنا مش سهل إن احنا نعدي بظروف أو مش عندنا قامن الموضوع أو يعني حاجة احنا واخدين عليها. فإن شاء الله فعلا تعدي على خير هذه الموجة والجو يبقى أفضل الفترة اللي جاية، لأن فعلا صعب جدا كده. بشكرك جدا دكتور منار.